كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم العالم الآخر. هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجكم العالم الآخر حول موضوع الجن، والذي سنبدأ يوم السبت بإذن الله عز وجل حديثنا عن الحياة البرزخية. الليلة سنكمل الحديث عن الجن، ومع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي أرحب به. السلام عليك ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم. السلام ورحمة الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك شيخنا الكريم. قبل أن نبدأ لقاءنا أحب أن أقرأ على فضيلتكم وعلى السادة المشاهدين رسالة جاءتني عبر البريد الإلكتروني فيها يعني إشارات حب للقناة ولك يا شيخ الكريم وطلب. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. يقول الأخ، طبعا مش مسمي نفسه ولكن من الإيميل بتاعه تقريبا اسمه السويركي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستحلفكم بالله وجزاكم الله الجنة وحرم أجسادكم على النار أن تقرأوا رسالتي وتجيبوني. أدام الله هذه القناة، قناة الحكمة، قناة النور والهدى، فأنا أريد من الأستاذ وسام والشيخ محمد الزغبي في حلقة اليوم من برنامج العالم الآخر بأن يتبطأ في ذكره كيف علاج المس وحين ذكره الرقية وجزاكم الله الجنة. والأخ يقول: أريد من فضيلته أن يذكر كيف يتخلص العائن الذي يصيب بالعين من غير قصد مع مداومته على الأذكار، مثلا عند رؤيته شيء أعجبه، هل يقول بسم الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يبارك فيها، يعني ماذا يقول؟ وجزاكم الله الجنة وحرم أجسادكم على النار، أجيبوني في حلقة اليوم. نبدأ بهذا السؤال يا شيخنا. طيب. والأسئلة كثيرة. بارك الله فيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده، قبل أن أبدأ بالإجابة على هذا السؤال بالذات، أود أن أوجه كلمة للأمة الإسلامية. تفضل. لأننا لا نريد أن نضع العلاج، فضلا عن أننا ما وضعنا الوقاية على الإطلاق. يعني مثلا يا باشمهندس سام، يعني نرى إنسانة تتشبه بالرجال في لبسها، نعم، وتشتكي من الذعر والرعب وكيت، ماذا تريدين؟ يعني أنت فاكرة يعني لا يبقى معك ملك؟ عمر الملك ما يدخل عندك على الإطلاق. نعم. اللي معك شيطان، إنسانة والعياذ بالله جل وعلا، تكشف عن ساقيها، تكشف عن ذراعيها، تكشف عن شعرها، تكشف عن نهدها، تخالط الرجال كأنها رجل تماما بتمام. إيه اللي احنا عايزين يعني بالنسبة لهذه؟ طبعا هتقول لك أنا حاسة بضنك وحاسة بكرب وحاسة، هي برا على تضحك وتقاقها لكن بتروح في سواد وضيق ما بعده ضيق. لماذا؟ لأنها والعياذ بالله تجنبت ذكر الله جل وعلا وتجنبت الأوامر الإلهية، فعاشت في وكر الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أيضا الإنسان اللي بيأكل من حرام، هذا الذي يخون الأمانات، يأكل منها عن اليمين وعن الشمال، ثم بعد ذلك يقول أريد أن أعيش مطمئنا كما يعيش السعداء، كلا والله، هذا ظلم. وهذا الآخر يعني والعياذ بالله يقبل الرشا من هنا ومن هنا، في صلاة الفجر تراه، في صلاة الظهر تراه، في صلاة العصر تراه، في كل فرض تراه، ثم بعد ذلك يقول أنا أدعو ولا يستجاب لي، أنا يستجاب لك. بل أكثر من ذلك، يعني حينما يوقع النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة على بعض أصناف الأمة، يعني بيقول مثلا إيه، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أنا ما أشوف شاب الوقتي طرح لي، ماش مشكلة طرح الشعر، ولكن عمله لي بكذا ويتخنث في مشيتي ولبس لي الملبس اللي بيسموه البنطلون القذر. هو اسمه كده بنطلون الساقط. أي نعم، الساقط أو القذر. وماشي لي كيت والعياذ بالله جل وعلا، ومنزل الحزام من تحت نصف الإلية. إيه دي إيه هذا؟ هذا رجل، هذا مو رجل، مخنث. يعني الأمة بحاجة إلى رجال، الأمة في هذا الوقت بالذات بحاجة إلى أبطال، بحاجة إلى رجال، بحاجة إلى من يرفع راية التوحيد عالية خفاقة، خاصة وقد هبطنا إلى الحضيض في هذا الزمان. يعني وتيجي المرأة قاعدة في المكتب أو قاعدة في وسط الرجال وحط الرجل على رجل وما فيش إلا حتة بتاع هنا، ومنظر إيه عجيب جدا. يعني ما هو النبي لعنها، لعنها ولا ما لعنهاش؟ لعنها في الحديث الصحيح. ولذلك في الحديث الثاني لعن صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ملعونة والعياذ بالله جل وعلا. وبعدين ده هي يعني بتترجل، لا هي بلغت مرتبة الرجال ولا هي بلغت مرتبة النساء. لذلك أنا عايز أقول للأمة، أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ أين الإنفاق؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين قراءة القرآن؟ أين النظر في سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأين التوحيد؟
العقيدة على رأس كل شيء، العقيدة على رأس كل شيء. يعني أنا بيجي لي رسائل كثيرة جدا، والنبي يا شيخ، طبعا كلمات يعني تحتاج إلى توبة عظيمة، لأنها وقوع يعني في صورة من صور الشرك. لا أقول والعياذ بالله المخرج على الملة، ولكن آن لأبناء الأمة أن يعودوا إلى دينهم. آن لأبناء الأمة أن يتوبوا إلى ربهم. ولذلك أنا بوجه الأول هو قبل مضع وقاية بإذن الله، وقبل مضع هذه الأمور، أنا بقول اللي بيحفظ أوامر الله يحفظه الله جل وعلا. ما احنا عادينه، جيب سحرة الكون كله، جيب شياطين الكون كله، تؤثر حتى مع احترام يعني فيما نلبسه في أقدامنا، ما يقدروش على الإطلاق، ما يقدروش. ولذلك أتذكر الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه، ورواه أحمد في مسنده، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الزيادة التي عند أحمد رحمه الله: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، فهي زيادة ضعيفة لا نقبلها على الإطلاق. خلاصة المسألة قبل ما أجب، إحنا محتاجين نتصالح مع الله جل وعلا، نسأل الله القبول. أجب بقى. طيب، الأخ كان بيسأل عن كيف يتخلص العائن الذي يصيب بالعين من غير قصد. ممتاز، فيه فعلا، فيه وبيندم وبيحزن، وبيقول بالرغم من مداومته على الأذكار. أنا أديك مثال بسيط عشان لا يقولوا بيتكلم من عندي أبي الفرج بن الجوزي أو غيره من قديم، لا من حديث. في عندي أخوالي كان لهم أرض قرب بلدة اسمها نيجيريا، ناس طيبين، بلدة أرض كبيرة. وبعدين كان أهل النيجير هم سمعنا الوقت وشاهدونا، كانوا الناس اللي جيران إخوالي يشتروا مكنة زمان اللي هي بتضخ المية، كان نظام الأول السائية، مكنة ري. كان في بلدنا راجل مشهور يعني ما أهله يسمعون لحين يسمحوا يعني كاتبها في كتابي لطائف العلماء. يعني كان معروف أوي إنه يعني يعني حرة شوية بيعرف ينش المزبوط. لا حول ولا قوة. فيعني ست موظبة على الصلاة في الفجر في كيت يعني طوقة وتحفظ وجيدة، لكن مش عارف إن ده حرام. الناس دول بياخدوا المية والأرض خلاص، الرز انت عارف محتاج مية هيبوظ. فخلت خلي الله يرحمه السيد رحنا ده، قلت له يا فلان كلم أمي رحنا ده، قلت له يا ولد أنا عايزك تروح بكرة مع فلان وتشوف حكالي المكنة دي. سلطته يعني الله العظيم حصل، هي ما تقصدش طيبة جدا، الأرض خلاص صارت يا ابني خلاص. الحاضر، بس تدوني ايه؟ قلت له بحلك بطة وبتاع واتنين جنيه زمان بقى، اتنين جنيه وهديك كيت، بس يلا هلا الحاضر، روح امتى يا فلان؟ قال له بكرة. راح وقف من بعيد كده وشاف المكنة بتضخ زي ما انت عارف بقى، قال يا سلام كأنها نهر مضطرد، هي الكلمة. قامت المكنة فرقعت. طبعا تبوا الى الله بعد ذلك، وطبعا الامر ما يجوز طبعا شرعا. فالعائن فعلا بيبقى عارف انه عائن، ولكن في عائن بيندم على أن هذا الشيء فيه، زي إنسان بيرتكب معصية يعلم أنها حرام بيزني ويندم ويتعب ويجيد نفسه ويرجع يقع ثاني لدنو همته وعدم علو الهمة. ده العلماء قالوا إيه؟ أبو حامد الكلمة عجبتني جدا وأنا بحقق الإحياء، قال: والعائن إذا أراد أن ينجي نفسه وأن ينجي غيره فليتبع التالي، لأنه إذا تكلم أو أبهر أضر بالمعيون، وإذا كمد في نفسه أضر بنفسه، والسلامة أن ينجي نفسه وأن ينجي الآخر. يبقى يعمل إيه؟ يقولك إذا نظر قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في الحالة دي عينه تبطل ما تجيبش أي أثر على الإطلاق، يبقى نجى الآخر ونجى نفسه والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك الأخ زي ما أقول يصلي على النبي يبارك إلى آخره، نعم هذا ورد في أحد الصحيح من حديث سعد بن ربيعة وغيره وغيره. هل ممكن أن يحدث بعد هذه الأذكار عين؟ لا ما تحدث، أصل هو بيقول كده. لا لا ما تحدث، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحسن المذكور في حديث سعد بن ربيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه أن يتبرك أو أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيضع وقاية، هي أنه لو قال ذلك ما حدث ذلك. طيب شيخنا الكريم، أخ آخر على البريد الإلكتروني يقول: أعاني من الشك والوسواس في الوضوء والاغتسال، وقد حاولت العلاج أكثر من مرة وفشلت مما يعوقني عن الصلاة. نعم، يريد نصيحة هذا الأخ، يعني أقول له هذا وسواس، وهذا الوسواس الذي ذكرته قبل ذلك يأتي في الوضوء ويأتي في الطهارة، والذي معه هو الوسواس المتمكن الذي يأتي في العبادات. وأقول للأخ هذا بإذن الله جل وعلا إن كلمة واحدة لا تكفي على الإطلاق، ولكن إن أردت أن تطبق طريقة من التي أذكرها في علاج الوسواس يعني طبقها. ولكن ذكر أئمتنا أن أفضل علاج للوسواس
والإكثار من لا إله إلا الله يكثر من لا إله إلا الله ليفر منها الوسواس يفر ويمقت المكان ويهجره. بس مش يقولها مثلا شوية ويندم, لا لا يعد ولا يحد, هو يقول ويكثر يقول ويكثر. صبر الشيطان هيكون مش كثير على الإطلاق لغاية ما ينفر منه ويمل, مش عايزه يأس قبل أن يأس الآخر على الإطلاق. نعم. ثانيا أنا بقول الأخ يعني يقرأ طبعا هذا الباب في إغاثة اللهفان عشان يقف على الله ويقرأ في تلبيس إبليس طبعا هذا الباب ويقرأ في ذم الموسوسين طبعا. إذن في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم, باب علاج الوسواس بسيط خالص كفاية عليه هذا وبلاش تلبيس إبليس. نعم. طيب ننصح أخانا الكريم بهذا الكتاب القيم. طيب شيخنا سائل يسأل كيف تستمر أعراض المس والسحر في رمضان؟ أي نعم. هو الأخ سؤاله جيد جدا ومقيد, كيف تستمر؟ الأعراض تستمر, لكن بالنسبة للمريض هذا يحول الله بينه وبين ما يريد من شر بالنسبة للموحد الذي تلبس بجسده. يعني معنى في أعراض, لكن هل يقدر يفعل به كما كان يفعل قبل رمضان أو يفعل بعد رمضان؟ هذا من المحال بالنسبة لمرادة الشياطين. أما إذا كان الذي يتلبس به مسلما عاصيا فإنه يؤثر به أفعالا كان يفعلها قبل وكان يفعلها بعد, لكنها لا تصل على إطلاق إلى مرتبة الضرر الشديد. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. فشيخنا احنا بدأنا نتكلم عن مسألة المس وحضرتك ذكرت أدلة الممتنعين أو المعارضين لذلك وأدلة المؤيدين, ولكن يعني إخواننا قالوا يعني الأدلة كترت علينا فعايزين قول فصل ما هو المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة في المسألة وخلاصة الأمر. يعني أنت ذكرت يعني طلبت مني فقط الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاصة فقط. الأمر حتى ننبه إخواننا المشاهدين جمهور أهل السنة وغالبهم طبعا على ما عليه أحمد رحمه الله لما قال له ولده عبد الله أبي إن أناسا ينكرون أن يتكلم الجني على لسان الإنسي قال بني يكذبون ألا تراهم يتحدثون على ألسنتهم. وقل واعتمدوا على قول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي غير ذلك, ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن القيم أيضا عن شيخه ابن تيمية أنه قال ومجموع المسلمين يؤمنون بدخول الجن في بدن الإنس إلى آخر ما ذكر في هذه النقطة. خلاصة المسألة على أساس يعني ما نجعلهاش محور كثير عشان نقدر نوصل للناس اليوم نهاية الحلقة. يعني خلاصة المسألة إن لو نظرنا مثلا لأحمد وابن حزم وابن القيم وابن تيمية ونظرنا حتى نهاية بهاية كبار العلماء ابن عباس ابن عثيمين ابن جبرين كل هؤلاء طبعا يقولون بذلك. يعني خلاصة القول إن جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بذلك. أما يعني خرج منهم البعض الذين ذكرتهم وغيرهم قالوا بغير ذلك, لكن الكثرة طبعا هو الجمهور. لكن هذا الخلاف ليس خلافا عقائديا كبيرا يجعلنا ننكر عليهم إنكارا شديدا ولا أبداً. يعني مسألة فرعية. والإنكار يكون في حدود الضوابط الشرعية العلمية. طب شيخنا الكريم الآية الكريمة ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. الآية يقول البعض أن الحافظ ابن كثير قال بأنها دليل يفيد نكاح الجن والإنس. نعم. أو العكس. أنا بلغني على تليفوني 12 رسالة من 12 أخ يقولوا يعني أنت يعني تركت هذا الدليل الآية رقم 128 أنعام. نعم. وهي تدل على نكاح الجن الإنس والإنس الجن وقال بذلك الحافظ ابن كثير. أبدا ما قالش كده. نعم. الحافظ ابن كثير براء من هذا الكلام. إحنا عندنا أمانة جدا. أنا بقول للإخوة لله الحمد الأمانة العلمية متوفرة للغاية حتى لمن خالفنا في أي شيء. وحكاية طبعا لما لا قلت أنا الحافظ ابن كثير ما قال بكذا بل نقل كراهة الجمهور في هذه المسألة كنت لله الحمد على ثقة مما أقول. نعم. وحتى لما قالوا لي الحافظ ابن كثير قال أنا جبت معايا تفسير الحافظ ابن كثير. يعني معك الآن يا شيخ. معايا هو. نعم. المجلد رقم 2 الآية زي ما قلنا بالضبط بإذن الله جل وعلا هي رقم 128 في سورة الأنعام. طيب يا ريت أخونا أستاذ أشرف يستعرض الكتاب معنا. تفضل يا شيخ. يعني كده يظهر؟ إن شاء الله يظهر كده. يقول تعالى أنا بقول للإخوة عايز أبين لهم أن ما ذكروه غير صحيح. وما أذكره أنا هو بالحرف الواحد والصحيح بإذن الله ليس انتصارا للنفس ربنا تقبل ولكن لله الحمد للأمانة العلمية. نعم. يقول تعالى واذكر يا محمد فيما نقصه عليهم
وتنذرهم به يوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم معطوف منصوب، يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. أي ثم يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف، قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، وبقول لك استكثرتم هنا يعني في النكاح أيوة. كذب أهي. أي من إغوائهم وإضلالهم، كقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. المهم إلى أخلاق. وقال علي عن أبي طلحة عن ابن عباس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم منهم كثيرا، إلى آخر هذه الكلمات يعني استدل بأحاديث، لكن لم يذكر لمحة بصر شيئا عن هذا الكلام على الإطلاق. نعم بارك الله فيك. ماشي. يعني إذن تفسير الآية ليس له علاقة بالتناكح أو بالتكاثر بين الجن والإنس. طيب سؤال آخر متعلق بهذه العلاقة، يعني إحنا قلنا امبارح هقول السؤال، هل هناك علاقات بين الجن والمسلم، بين الجن المسلم والإنس، وهل الباب مفتوح لهم شرعا لإقامة هذه العلاقات؟ على فكرة وما أنكر ذلك أئمة السلف وأنا قلت المرة فاتت ما أنكروا ذلك. نعم. ولكني أسد باب ذريعة. يعني الشيخ ابن عثيمين كلام واللي عايز يرجعه أعتقد في مجموع الفتاوى في الجن والسحر والحسد أيوه، وعلى ما أذكر الله أعلم 5000 رقم 5016. يعني يقول ابن عثيمين رحمه الله وهناك من الجن من هو صالح ولا مانع على الإطلاق أن يكون له علاقة أو صلة بالمسلم. نعم. إذا كان يفيده في مباح وحلال. نعم. خلاص كده الكلام واضح أهو. تاني. يعني نؤمنه. يعني كلامه كلام مفر الكلام ابن عثيمين رحمه الله. أيوة. إن فيه جن صالح. أيوة. أو وصلها ببساطة، في جن صالح. والجن الصالح دي لا بأس من علاقة به مع إنسان صالح، بضابط إنها تكون في المباح والحلال. نعم. ما تدخلش باب الحرام على الإطلاق. أو الاستعاذة أو ما شابه ذلك، أو صرف العبادة إلى غير الله جل وعلا، أو الاستعانة به على الغير. طبعا أبدا لا أبدا. تكون في مباح وحلال. قال إيه عقب الشيخ، قال ولقد علمت رجلا صالحا وكان له صديق من الجن، وكان صديقه الجني يوقظه للتهجد بالليل، يعني يقوله بالليل متأخر بالليل ويقوله قم صلي قم صلي. بس خلي بالك ممكن ده يعد مدخل والعياذ بالله رب العالمين للتلبيس فيما بعد. ولذلك أنا مع الشيخ ابن جبرين، عقب الشيخ ابن جبرين فقال وأنا لا أقول بذلك، يعني أنا ما بأيدش هذا الكلام على الإطلاق رغم أنه موجود وكائن وممكن وكل شيء. ليه؟ لأنه هيفتح باب ضرر مفسدة على الناس ويحصل به تلبيس، وبعد كده والعياذ بالله أنت عارف معظم الناس عوام، يعني ممكن بعد كده يجي يقول اعمل لي كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا، يرى نفسه قد سقط في الشرك دون أن يعي على الإطلاق. طيب يا شيخنا لو طلب منه طلب هو مباح ولكن ليس من حق الجن أن يفعله، يعني مثلا على سبيل المثال اثنين إخوة مختلفين مع بعض، واحد سارق من الثاني قال له أنا عايز أسترد مالي مثلا، يقول له مثلا هدلي مالي اللي عند فلان. لا، ما هذا الأمر لا يجوز على الإطلاق. ليه بقى؟ احنا عند الحديث صحيح أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. الحديث صحيح. نعم. صحيح الألباني وغيره. نعم. فما يجوز طبعا. طيب شيخ سائل يسأل يقول أنا لا أستطيع أن أسمع سورة الرحمن ولم أقرأها منذ 15 عاما، إذ أني عندما أسمعها أو أحاول أن أقرأها أشعر بالغثيان وألم، وأشعر بالغثيان وألم في رأسي ومعدتي، فما الحل؟ فيه نقطة مهمة جدا. هذا غالبه الوهم، غالبه الوهم. ليه بقى؟ لأن القرآن فيه ترهيب أشد من سورة الرحمن. عندنا ترهيب مثلا في سورة الصفات أقوى وأشد. عندنا ترهيب في سور أخرى كثيرة جدا، وبعدين كله قرآن وكله كلام الله جل وعلا، ليه بالذات في سورة الرحمن؟ معايا إزاي؟ إذن غالب الأمر عند الأخ أنه وهم، وهذا الوهم جاء من جراء الوسوسة، ولذلك سكنت الوسوسة فيه وتطبعت بطبع هذه الصورة التي ارتسمت في ذهنه، فلا يتأثر بهذه المؤثرات إلا في سورة الرحمن. طب تنصحه بيا شيخنا إزاي يقرأها؟ أنا أنصحه بعلو الهمة وبالاستعاذة بالله جل وعلا، وأن يقنع نفسه بأن الأمر وهم، ولا بد وأن يتجرأ وأن يستعيذ بالله وأن يعلم أنه أقوى حتى من الشيطان لو كان هناك شيطان، وأن يوقن تماما بأن كلام الله جل وعلا لا يعلى عليه على الإطلاق، ولا يستطيع الشيطان أن يقرب حدوده، ويتوكل على الله ويقرأ. وربما ننصحه بالوضوء
واستحضار معاني الاستعاذة الجيدة قبل البدء في القراءة ثم التوكل على الله. وده هنذكره فيما يعتصم به الإنسان. طيب شيخنا بارك الله فيك. طيب معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل. كنت بس عايز أسأل الشيخ بالنسبة للسحر والمس والحبل. طبعا كل حاجة ليها جن والله أعلم يعني أنا بسأل الشيخ. أيوه. هل الجن مثلا بتاع السحر مثلا واحد شارب سحر وقعد معاه كتير فالجن ما أعتقدش إن هو يبقى مسلم من الإنسان دوت مجهوله وتقربه لربنا وكده الجن دوت مثلا عايز يسلم أو أخاف ربنا أو كده هو مؤثر بسحر ممكن يخرج ويسيب السحر أو السحر أي تقصدين أن يتوب يعني أثناء توكيله بالسحر ممكن أن يتوب هو طبعا هو في موكل بالسحر مش مسلم طيب مع مثلا الإنسان دوت طاعته ربنا وأقرب في الله كبيرة وأمر في الله كبير طيب السؤال وصل السؤال وصل في سؤال آخر السحر الأعظم طيب هل في حالة اسمها عيش وعيش حمام وعيش إمرية وحاجات كده يعني طيب حاضر طيب شيخنا توبة خادم السحر هل متوقعة؟ شوف إذا كان شيطانا يبقى الأمر غير متوقع على الإطلاق يعني مثلا إذا نظرنا إلى الشيطان الذي وكل بإيقاع الأذى على أيوب صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبدنه وبالنسبة لماله وبالنسبة لأولاده هل بلغنا في كتاب الله جل وعلا أو من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تاب لما رأى الثبات ورأى الإيمان ورأى العقيدة أبدا على الإطلاق لكن لو كان جنيا فالجني مكلف وربما تاب وربما ما تاب نعم طيب السؤال الثاني قالت هل هناك ما يسمى بعشق الحمام نعم. وعشق لا المرآة لا كلمة التقسيم هذا بالنسبة للحمام والمرآة هذا غير وارد عند أهل العلم لكن العشق نعم قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر وحتى بالنسبة للأشياخ من هيئة كبار العلماء ذكروا العشق هذا ولذلك قالوا حتى بالنسبة للمربوط المربوط على ثلاث إما أن يكون الربط ربط عشق وإما أن يكون الربط ربط وهم وإما أن يكون الربط ربط سحر يبقى إذن دخل العشق عندي هو عشق ووهم وسحر عشق ووهم وسحر نعم. ولكل علاج طيب سؤال آخر يا شيخنا مرتبط بنفس المعنى ده ماذا إذا بكى الشخص في الحمام فهل يؤذى وماذا إذا تكلم طيب هو عامة كلمة هل يؤذى إذا بكى أبدا غير وارد يعني في المسألة شيء من هذا القبيل ولكن إذا سيطر عليه الحزن الذي أوصله إلى درجة اليأس من روح الله جل وعلا ربما تلبس في هذه اللحظة أيضا لو بكى في الحمام ثم شعر بإغماء نعم ربما والعياذ بالله جل وعلا جرى له هذا الشيء أيضا نعم. لو بكى في الحمام في أثناء معصية نعم ربما حدث له نفس الشيء من أقوال أهل العلم في المسألة لكن لو بكى مطلقا ما في أي شيء لا هو السؤال هنا مقيد بالحمام والمقصود به الخلاء أنا أدري حتى لو كان خلاء الحشوش حتى ولو كان خلاء البيوت حتى لو كان كذا إجابتي دي مطلقة على هذه نعم بارك الله فيك شيخ طيب السائل يسأل بيقول هل يمكن أن يأتي شيخ بالمنام ويخرج منه جني وهو نائم لأن حصلت معي واستيقظت من نومي وأطراف أصابعي كأنها شعلة من نار ممكن يحدث يعني ممكن الإنسان يكون متلبس دون أن يدري طبعا بكنه التلبس اللي فرق به العلماء وذكر العلماء وشرح العلماء هل ممكن أن يخرج منه في أثناء الليل البهيم نعم ممكن أن يخرج منه في أثناء الليل البهيم وهو نائم وممكن أن يخرج منه وهو يقظان يستوي الأمر ليه لعدة أمور إما لأنه مل البدن ثانيا إما لأن الطاعة والعبادة آلمته وآذته ثالثا إما أن هواه دفعه إلى ذلك هذا أمر وارد طيب ما هو الكابوس يا شيخنا وهل هو من الشيطان أم هو شيطان الكابوس على ضربين كابوس عضوي وكابوس يتبع هذه الأمور كابوس عضوي ذكره أهل العلم في أن الإنسان إذا أكل كثيرا ثم نام فإن ذلك ما يؤثر من خلال الأبخرة على الدماغ فيحدث الكابوس وهذا ذكره أهل العلم منهم حتى الشيخ طيب يحصل في رمضان ممكن يحصل في رمضان لا ما عشان الموائد بتبقى مليانة شوية لا أصل في نقطة برضو حتى مهما كانت الموائد يعني رحمة ربنا في هذا الشهر واسعة جدا الأمر الثاني الكابوس بقى بيبقى عامر مكان عامر مكان يعمل إيه هو وجد هذا نام وهذا الشخص مثلا نسي الأذكار أو كان مهملا في أمر ما أو تأثر بمعصية ما إلى آخر هذه الأمور أو كان ضعيفة يعني العقيدة
كان يهتز ويتزلزل. يوم جاي يعمل معه بقى انت عارف اساليب يعني والعياذ بالله الغجر وما شابه ذلك. يوم يخنقه خنق لا نراه، يكتف ايديه، يكبر رجليه، يخنقه، حتى انه لو جه يرفع الصوت ويصيح الصوت ما يخرج منه الا اذا تذكر تكبيرا او اذانا او قرانا يترك ويفر. سبحان الله، هذا اللي يسمى الجاثوم. نعم. طب علاجه؟ علاج من قلته التكبير او الاذان او قراءه القران، هو بيبقى عاجز عن الحركه، ما هو في نفسه حتى ان لم يخرج منه الصوت يفر. انما لو عايز ينهي مطلقا في بيته، ايوه طبعا، لا، عده امور، اما ان يقرا البقره بين الحين والحين كما ورد في الحديث الصحيح البخاري ومسلم، واما ان ياتي باناء كما ذكر ائمتنا فيه ماء، وان يضع فيه قليلا من المسك، وأن يقرأ عليه الفاتحة، وأن يقرأ عليه آية الكرسي، وأن يقرأ أواخر البقرة لهم الآيتين، وأن يقرأ الزلزلة، وأن يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثة، ثم يرش ذلك في أركان البيت يعني في غضون البيت بأسره. طبعا العمر يفر ويترك البيت بأسره. يبقى إناء فيه ماء مقروء عليه الفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة والزلزلة، والزلزلة وقل الله ثلاثة والمعوذتين ثلاثة والمعوذتين ثلاثة، ثم يرش ذلك في أركان وبه البيت مسك. نعم، وترش في أركان البيت المسك اللي بقى أو الطيب. ذكر العلماء أن الملائكة تحب ذلك، يقول ابن القيم رحمه الله أن الملائكة تحب ذلك، أما الشياطين فينفرون من ذلك. نعم. مش محتاجين ورق صدر في الموضوع ده. لا. طيب ماشي، بارك الله فيك شيخنا. تلقى اتصالا بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بيك يا أخي. أهلا وسهلا. الشيخ محمد. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صاحب كتاب الشيخ محمد أنعم مبارح. أيوه. الحقيقة إن أنا أبدأ كلامي باحترام وتقدير تام لهذه القناة. جزاك الله خير. ويقول الشيخ محمد ويقول الأخ أستاذ وسام. جزاك الله خيرا. عنكم الله على البرنامج الصعب اللي أنتم بدأتوا فيه. وعايز أقول لكم إن أنتم حطوا نفسكم في موقف صعب جدا، لأن هذا البرنامج أو هذا العنوان اللي اخترتوه بعالم آخر في الدنيا في الذات موضوع صعب وشائك جدا. يقول الشيخ محمد يعلم هذا. نعم. وانا عايز اقول ان انا قعدت 18 سنة في علاج المكس والعين الناس، ابحث عن موضوع تلبيس الجن بالانس فلم اجد على لم تجدوا على الاطلاق، ما التقيتش بحالات مريضة يعني. التقيت بعشرات الالاف من المرضى واللي اتكلموا على الجن والانس وكل كلام نقلته، ولم اجد حاله واحده عليها جن اتعامل. ازاي انت بتقول التقيت والجن بيتكلم على الانس؟ امال ده ايه؟ ده لقيته شيطان يوسوس الانسان، ونوع الناس فيه نوع واحد. لان سبحان الله الله هو خالق الناس. طيب ما هو الشيطان من الجن. معلش هتصل الاخ معايا؟ اتفضل. الشيطان عالم والجن عالم اخر. ولكن هو من فصيله الجن. هو الجن بس ربنا سبحانه وتعالى حد عمل الشيطان لا يجد عليه إلا أن يتكلم. القرآن كله محدد بأن الشيطان يوسوس يملي يعد يدعو بصوته كلامه، ولا يستطيع الشيطان أن يفعل غير ذلك أبدا أبدا أبدا. لا، يبقى أنت ما تابعتش الحلقات كويسة يا أستاذ أحمد. نعم. بحضرتك ما تابعتش الحلقات كويس. حلقة. يبقى ما سمعتش كلام الشيخ محمد. لا الشيخ محمد، هذا الشيخ محمد ناقل العلم. الشيخ محمد على المبنى وفوق محمد ناقل العلم. راجل بيتكلم على كل ما قرأه عن هذا الموال. نعم. القراءة والعلماء اللي قالوه حاجة، والواقع اللي احنا عشناه وبندور فيه عن السحر وعن الناس حاجة ثانية. كلام الله القرآن وخلق الله نحن. ولو كلام الله وخلق الله من مصدر واحد هو لا إله إلا الله. نعم. ايوه اتفضل. انقطع الاتصال. طيب جزاكم الله خير. تحب تعقب على كلام الاخ احمد؟ هو الاستاذ احمد يعني انت عارف انه من اصحاب الراي الاخر. نعم. يعني من المانعين لهذا الامر. يعني يرى الامر ينحصر في قول الشيطان الذي ذكره ربنا جل وعلا في سوره ابراهيم. يعني حينما يقف خطيبا في اهل النار خاطبا خطبته والعياذ بالله جل وعلا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الحاج أحمد يقصد أن الشيطان لا يملك إلا الدعوة إلى الإغواء، الدعوة إلى الوسواس، الدعوة إلى والعياذ بالله الخطيئة، الدعوة إلى المعصية. أما أنه يتلبس ويرخل بدن، الشيخ أحمد يؤمن بما آمن به الرازي يعني في هذه المسألة. طبعا وإحنا نقلنا، وزي ما قال الشيخ زوب ناقل، أنا ناقل يعني أنا أحفظ العلم الشرعي وأنقله بأمانة المطلقة. لا، هو قال كلام يناقض نفسه، يعني قال أنا يعني عاصرت والتقيت بعشرات الألاف من الحالات اللي بتتكلم وستتكلم ولم أجد الشيطان يتلبس بالإنسان. طيب كيف هذا؟ من قلت لك هم يرون أن هذا الأمر إنما يتمثل في حالة نفسية بحتة، بمعنى الشخص ده بقى ضعيف، مريض، هزيل، مستسلم، مذعن للشيطان، والشيطان يجي يبث فيه ويوسوس له وهو يفعل ما يريده منه الشيطان. وصلت المسألة؟ يعني يقصد أن الكلام كله خارجي. لا، كله خارجي لكن مش داخل على الإطلاق. نعم. بخلاف طبعا ما عليه ابن تيمية وما عليه أحمد وما عليه ابن حزم وما عليه ابن القيم وما عليه أكبر العلماء وكل دول لا يرون غير ذلك يعني. طيب سائل يسأل يا شيخنا بيقول هل يجوز استخدام الساحر في استخراج كنوز الأدمي الأقدمين أو القدامى يعني من الناس رغم الاعتقاد في كفره؟ هل يجوز استخدام الساحر في استخراج يعني أنا أستخدم الساحر عشان أطلع كنز يعني؟ لا يجوز من من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا الرجل العياذ بالله رب العالمين معلوم أنه يفعل ذلك بشرك، بمعنى أنه يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، فيذبح لغير الله جل وعلا، والذبح عبادة كما النذر عبادة كما الدعاء عبادة، هو يصرفها لغير الله مطلقا باعتقاد والعياذ بالله جل وعلا، وهذا ما يخرجه من الملة إذا كان معتقدا. النقطة الثانية أن ولي الأمر هو المسؤول عن هذه الأمور، بمعنى أن ولي الأمر في السياسة الشرعية واضع قوانين واضع أنظمة بالنسبة لإخراج هذه الأمور، فهذا اعتداء على السياسة الشرعية التي سنها ولي الأمر ومن معه. لا، ثم طبعا بيتكلموا شيخنا الحاجات اللي بيبقى الاساطير بتحكيها في الاقصر واسوان وكنز بتحصل وحصلت وفي ناس ومحدش بيبقى عارف يعني لو ولي الامر ولا غيره محدش بيبقى عارف الموضوع. بس احنا بنرجع نقول داخله في السياسه الشرعيه ولا مش داخله؟ هتبقى داخله ازاي؟ محدش يعرف. انا اقول لك اني اهو ولي الامر هنا واضع قوانين واسفه ولا مش واضع؟ قوانين الحاجات المعلومة اللي انت بتحفر وجدت طيب كنز وجدت كنز واخذته. لو علمت الحكومة ان انا اخذت الكنز ده عبارة عن اثار وما شابه ذلك ذهبي او ما شابه بتعمل فيها ايه؟ بتصدره منك وبتطير وراه متحاسبه. يبقى اذا وضع لها ضابط وخانة ولا ما ضاعش؟ اذا دخلت في تجريم السياسة الشرعية. طيب ماشي، بارك الله فيك. يقول ما هي الاذكار التي تقي من الجن؟ يبقى ندخل بقى ندخل في موضوعنا. هي مهمة جدا، السؤال ده مهم جدا وياخذ يعني محور مهم. انا عايز يعني بقول لك خلي شيخي يبطئ. انا عايز اسرع شويه بس ماشي. في حاجات كثيره جدا يعني انا لما اجي انظر مع احترامي لحسن المسلم هذا انا انصح به جدا المحقق ان الاخوه الشيخ سعيد بن وفق القحطاني. لا ممتاز ممتاز ممتاز. هيجد فيه مع احترامي يعني اذا ارعبه امر، اذا ارابه امر، اذا كربه امر، اذا تعرض له شيطان، اذا فزع في نومه، كل الامور ده هيجدها موجوده كل الاذكار الخاصه. ولكن انا حسبي ان انا اقول لهم يحفظوا عده امور. تفضل. اشهد الله من حفظها ومن واظب عليها في أوقاتها كما جاءت من خلال السنة لن يستطيع شيطان أن يقربها على الإطلاق. يعني مثلا يا باشمهندس ما تقوليش عدة يعني عشان طيب. الوقت ده طيب على بالراحة. طيب. يعني مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا. نعم. طيب إما أجي مثلا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الإمام القرطبي رحمه الله يقول كنت أقول هذه، إما بقول أعوذ بكلمات الله إيه التامة من كل شيطان وهم الهم اللي يتهم على الأرض كده زي السحلية زي الثعبان زي العقرب وما شابه ذلك، ومن كل عين لامة إلا العين الحسود من نوع العين العائن معي. طب بقول كنت أقولها ونسيتها يوما فدخلت بيتي فإذا بعقرب قد لدغني. لا حول. عشان نسيتها بس يوم واحد، نسيتها يوم. إذا حقه أيضا يقولها ثلاثة، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة. أتدري من حديثه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في مكان أمن، بمعنى أن إنسانا إذا خاف مكانا وقالها فيه لم يصيبه شيء. نعم. وأمن المكان. يعني يا باشمهندس أنا رحت حتى في مكان يقال فيه السحرة والجن والشياطين وأنا بدخل على هذا المكان قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقلتها ثلاثة لن يستطيع جني أن يقربني على الإطلاق، لن يستطيع شيطان أن يقربني على الإطلاق، لن يستطيع ساحر أن يمسني بأذى على الإطلاق ما دمت قد قلت هذه ثلاثة، سواء في بيتي قلتها على رحلي، قلتها في مكان ما، في بيت ما، في مكان أخشاه. خلاص كده؟ نعم. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. الهمز هنا معناه الخنق،
اللي بتجيب الصرع انه يخنق خنق احنا لا نراه على الاطلاق. تلاقي الشخص أنت تنتفخ او ده وتتصلب عروقه وينام بهذا الشكل لان الصرع صرعين صرع طبي وصرع اخلاط رديئة والعياذ بالله جل وعلا. فلما يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثلاثا ما يستطيع الشيطان ان يجيب له هذه الحاله ولا ان يمسه بسوء على الاطلاق. نعم. طيب اما اجيب حاجه ثانيه يعني لو في شيطان زي ما البعض بيقول كده بيجي يعمل نار في البيت عايز يعمل كيت عايز يتبعني الى اخر هذه الامور او حتى عايز يعشق بيتتبعه في المكان عايز يجرمه عايز يقضي على اولاده الى اخره. اعوذ بوجه الله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقين يطرق بخير يا رحمن. خذ عندك يعني مثلا خارج وبإذن الله بإذن الله يعني يريد السلامة من الله جل وعلا من العين والسحر والجن يقول سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حتى عقب بعضهم من أهل العلم وقال ولا بأس أن يقول بسم الله ثلاثا الله أكبر ثلاثا حسبي الله ونعم الوكيل ثلاثا حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني مثلا يجي ينام آية الكرسي معروفة وخواتيم البقرة والإخلاص والمعوذتين ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجمع كفيه ويقرأ فيهما بالإخلاص ثلاثا وبالمعوذتين ويمسح ما استطاع يعني قدر ما استطاع على جسده. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكفى وبعدين آية الكرسي لوحدها تكفيه بإذن الله قرأ فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. في ما قلت محمد بن واسع جبتها كاملة وهذا الدعاء عجيب جدا حتى لقيت الإخوة الخليجين كانوا محافظين عليه جدا هو طبعا ليس بأثر مرفوع يعني مش حديث مرفوع ده من أقوال ابن واسع اللي هو ده فعلا لقيت أنا لقيت أثره عجيب جدا. ما كنت أصطدم بالأمثلة دي بالصحراء وكنت أنا دايما كنت عنده فضول أخبط في هؤلاء وأشوف إيه مدى إمكانيتهم مدى قدرتهم لقيتهم ضعف جدا جدا حتى بالأشياء اللي معاهم. يعني أنا كنت أحافظ على هذا أيضا اللي هو اللهم إنك خلقت لنا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانا وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فأيئسه منا كما يستوه من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم كفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم اللهم اكفناهم بما شئت فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ما شاء الله معي إلى آخر هذه كثيرة كثيرة لو قعدت عد البرنامج ما يكفي أصلا. طيب هذا جوابك على ما هي الأذكار التي تقي من بس ليش ما نخلناش على ما يعتصم وعلى فكرة السحر أن لقيت شقيقي الله يجزي خير جايب من هيئة كبار العلماء وبين الأشياخ الأنواع فوق 17 الإبطال الطرق الإبطال فوق 50 معي ويسامحونا يعني إن احنا طيب ننصح إخواننا باسم الكتاب والله أصلا مش موجود في مصر وفي الكويت يعني ربما تأتي منه نسخ ولا حاجة والله إن كتب عن طريق الحكمة نجيبها إن شاء الله هي الصواعق الحارقة على السحرة والشياطين المارقة صواعق الحارقة على الشياطين والسحرة المارقة نعم هو مجلدين فضيلة الشيخ أحمد ابن عبد الملك الزهري نعم الله يعزك وأخوك الأكبر شيخنا ولا الأصغر؟ الأصغر أنا أكبر إن شاء الله حضرتك الأكبر في خنك ما شاء الله هم كلهم لهم مؤلفات الله يجزيهم خير ربنا يبارك فيه. طيب نتلقى اتصالا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخي. فضلت. تفضلي. أيوة الشيخ يسمعك تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم من فضلت الشيخ. الله يجزيك خير. لو سمحت كنت عايزة أتصل على حاجة. وأنا متزوج وأنا بنت يعني كنت دايما عند وقت النوم أشوف قدامي هيئة رجل لابس زي مثلا مخايفنا كده زي حضرتك كده بس وشه انا ما كنتش بشوف وشه ظل مجسم ايه ظل مجسم نعم ايوه اكملي يا اختي اتفضلي. لا هو هيئه رجل ولابس زي فضلتك والفال الابيض ده على راسه وبعدين يعني كنت مثلا ايه اشوفه في وقت ما اجي اروح انام طيب ايوه بعدين لما حكيت لناس عليه ما عدتش بشوفه تاني. طيب السؤال ايه قولها الاذاكي
هل أذاكي؟ طيب هل أذاكي يا أختي هذا؟ لا ما أذانيش وما كنت بتكلم معه ولا بتكلم معه. يا تقول ايه ده بقى ملك ولا جن؟ لا 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 عامر مسلم في المكان هذا عامر مسلم واحنا قلناه بس ما بيظهرش يعني غالبا الا بهيئه موجز زي ما بقول لك كده ظل رجل ظل رجل غير واضح الملامح هذا عامر مكان عليه عشان ما يفزعهاش بالتشكل الكامل فهو كان موجود في البيت وكان يذهب ويجي لما حدثت به ترك المكان وانصرف ليه بقى لما حدثت به ترك المكان هو عنده حياء ومن الاصل ان كان حياءه المفروض يمنعه تماما من انه محترم حتى يتشكل بالظل المجسم له معايا ازاي فتاب الى الله وانصرف وده أفضل طبعا. طيب جاءتنا شيخنا أسئلة عبر شريط الرسائل القصيرة الشغالة الآن بيقول هل الرصد نوع من الجن وما هو الرصد أرجو الإجابة. طيب خلي هذا الآخر لسبب عشان نكسب لهم. طيب نخلي ده الآخر. طيب معالج يستخدم الجنة وزوجته المريضة سابقا في علاج الآخرين وعلى فكرة يعني أخشى عليه وإن كان قد أخذ بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكني أخشى عليه ليه؟ لأن بيحدث استدراج فيما بعد يا باشمهندس وسام هذا يدعي أنه مسلم وينصحه ويقرأ القرآن ويقول له افعل كذا وكذا وكذا وفي النهاية يجره والعياذ بالله إلى الشر فإني أخشى عليه والأحرى له أن يكتفي بكتاب الله جل وعلا. هو أنا فهمت من السؤال أن زوجته مريضة بجني هو يعني يستحضر الجن عليها أدري أدري وهذا أصلا مما لا يجوز لأنه بيرهق المرأة أولا ثانيا بيصدق الجن ثانيا وهذا مأزق عظيم جدا لا يجوز على الإطلاق ثالثا أنه بيستخدم هذا ربما أضله دون قصد على الإطلاق يعني كنت أعرف واحد من محافظة ما هذا التقت به يعني قدرا يعني هذا الشخص كان يقول أن معها جنية وهذه الجنية طبعا يعني لا تصحبه في البدن يعني وأن هي عندها علم بالطب وكذا وفعلا يعني في المطرية منطقة الرشاح في القاهرة في وجودي زمان وأنا طالب في الجامعة يعني قامت بعلاج رجل حقيقة يعني ثم بعد ذلك بدأت يعني أجد الولد يعني يندحر دينيا يندحر دينيا وينتكس في صلاته ويتدعي كيت لغاية طبعا ما رحت في مرة ومن شدة خوفها مني وأنا بلتفت مش عارف بعمل إيه عشان أنصحه وأعظه فقامت شايلة شيء كبير عشان إيه بإيد الولد عشان تقذفه فيه أو تتخلص يعني طبعا الحمد لله يعني ما حدث هذا وخلصته بإذن الله طبعا رغم أن أنا مالية أنا بقول للمشاهدين ومالش في هذا الأمر على الإطلاق فأنا بقول في النهاية هذا الشيء هيجره إلى الحرم والعياذ بالله جل وعلا ربنا جزاك الله خير إن شاء الله. هل الإبل خلقت من الجن؟ أي نعم والحديث صحيح. أيوه توضيح. ولذلك نهينا عن الصلاة في مرابض الإبل وهي الحكمة زي ما قلت الحكمة نحن نؤمن ونوقن بما صح من المنقول يعني نحن نأخذ ما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. النبي أخطرنا بذلك يبقى سمعنا وأطعنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الإبل من الشياطين خلقت الإبل من الشياطين هي مخلوقة من الشياطين من الشياطين حقيقة. ولا من الجن؟ لا لا من الشياطين هكذا النص عندي ولذلك الشيخ الأشقر يعني حفظه الله في كتابه علق عليها في عدة أسطر وطبعا مشايخنا بالإجماع علقوا على هذا الحديث والحديث وارد وصحيح. طيب يا شيخنا كيف نأكلها وهي مخلوقة من الشياطين؟ ممتاز جدا. أصل الخلقة معايا زي يا باشمهندس وسام يعني لا تعتمد على الإطلاق على ذات الحكم يعني أوضح المسألة تفضل. يعني الشيطان هل نراه؟ لا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب لو أن الشيطان تشكل بصورة جاموسة وسقطت الجاموسة وذبحها الناس ولم يعلموا أنها إيه؟ شيطانا جاز أكلها أم لم يجوز؟ جاز أكلها. طيب هذه خلقها الله تبارك وتعالى من طباع هذه لكن خلقها بلحم وعظم وأحل لنا طعمتها خلاص يبقى الحكم يندرج عليه. طيب يا شيخ السائل يقول يا شيخ محمد يا أسد السنة الله يرزقنا ويسترنا علينا هل الجن عندما يتشكل يكون أو مرئيا كم يأخذ من الوقت حتى يعني يتشكل؟ ممتاز هو أنا عايز صحح معلومة عقدية في دين هو طبعا كم يأخذ لا علم عندنا على الإطلاق ولكن حينما يريد أن يتشكل لا هو لا يستطيع أن يتشكل بذاته من قول عمر رضي الله عنه وضع في مصاحب موقوفا عليه يعني الجن ما يقدرش يشكل نفسه وإلا يبقى له قدرة في الخلق ولكن ربما أعلمهم الله كلمات يقول الواحد بها فيتشكل بإذن الله جل وعلا إذن قدر التشكل من عند الله جل وعلا ولكن أعطاها لهم الله جل وعلا إذن تمت بإذن الله جل وعلا إنما الإمكانية قد إيه بالضبط لا نعلم على الإطلاق ولكن نرى أنها ليست بالقصيرة لسبب لأنه لما تشكل بحية ودخل الصحابي الأنصاري الشاب عليها وصوب رمحه لو كان قادر يخرج يعني بإذن الله بتلوت الكلمات إلى صورته الجنية عشان يتفادى ضربة الرمح كان قادر على طول إنما دل على أنها تأخذ وقتا
بدليل ان الصحابي الانصاري دخل من الباب ودخل له على عند السرير بتاعه وصوب الرمح على الحيه كده وانتصب وانتظم الرمح وضربها فاضطربت عليه معاه ازاي؟ نعم. دمت وماتت. لو كان هو بيقدر باذن الله طبعا بالكلمات انه يتشكل ويرجع لحالته الجنيه يختفي بسرعه كان اختفى وما عرضش نفسه للقتل على الاطلاق، ولذلك قتل معايا باشمهندس حسام. قتل وقتل. قتل وقتل. اذا بتاخذ وقت، لكن الوقت هذا هل نحكم عليه بمده معينه ثابته؟ ابدا. طيب شيخنا بيقول هل تربية القطط في المنزل لها علاقة بالجن؟ أبدا أبدا أبدا، وجائزة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وارد في كتاب الطهارة الجزء الأولاني بلوغ المرام وفي سبل السلام إلى آخر. لا لا. طيب شيخنا في سؤال كل شوية عمال يجي وفي استحلاف كتير قوي بيعملين يقولوا بالله عليكم رقية تأخر الإنجاب. ما جاهزة أنا عامل لها جايبة. طيب تفضل قولها مع التوضيح العقدي اللي حضرتك عايز تقوله. أنا كنت عايز أجيب الطرق وراء بعضها طرق ونخلص العلاج السحر كله. هي هذه الطرق. الأول نقص الأمور. طيب. سئل مالك رحمه الله عن الاشتجار والدهان، هل يجوز ذلك؟ يعني فرقة؟ قال لا بأس بذلك، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعلت ذلك. معي؟ طيب بالنسبة لي الإتيان بالماء وقراءة القرآن عليه البعض ينكره، بالعكس ثبتت، قال ابن باز رحمه الله وقبل منه سبق ابن القيم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود، قال ابن باز والحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على ماء، يعني نفسه أتي له بماء وقرأ عليه وسكبه على المريض فبرئ بإذن الله جل وعلا، والحديث في سنن أبي داود. يعني حتى إذا لم يكن حديثا حتى قلنا، لكن بالضوابط المذكورة عند أهل العلم باشمهندس سام عشان برضو الإخوة يبقوا عندهم معرفة بذلك. زي زيت الزيتون ما وردش في أي شيء على الإطلاق بالنسبة لحديث، يعني في كيفية الاستعمال والكنه للممسوس أو المسحور. مثلا يعني كيفية فعل الحجامة للمسحور ما ثبتتش على الإطلاق، لكن هي سنة. إلى آخر هذه الأمور. لا أنا لو نظرت ورق السدر مش وارد على الإطلاق، لكن من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لكن بالضوابط الشرعية، ألا يكون في الكلام غرابة، ألا يكون فيه ما يسمى باللغة السريانية، أن يكون باللغة العربية، أن يكون متوافقا مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في الحالات دي يعني مثلا أعطيك مثال. بالنسبة لي تأخر الإنجاب ده له ثلاث حالات مش حالة واحدة. إما أن يكون هناك سقط، يعني الوحدة بتسقط بتحمل حقيقة لكن بتسقط. هذه لها طريقة ورك الصدر لكن تختلف قليلا كما ذكر البعض حينما قرأتها وطبقها الكثيرون طبعا الحمد لله وكلها مفيدة كما ذكروا. بتجيب الورقة سبع ورقات صدر، الورق هذا يدق بين حجرين طاهرين بعد ذلك يوضع في قدر ماء كبير، بعد ذلك يوضع على النار حتى يغلي غليانا شديدا ومغطى، بعد ذلك ننزله من على النار، ثم تضعه المرأة بين رجليها تحطه كده ويلبس الثوب كده، ثم يتصاعد البخار انت أذت عادت. فالبخار هذا له خاصية عظيمة جدا في أنه يقضي على الشيطان إذا كان ساكنا في مكان ما، ويقضي على أثر السحر في المنطقة هذه بأسرها، حتى إذا فطر الماء اغتسلت به. هذه واحدة. الثانية قالوا يأتي من خمس أنواع من شجر الفاكهة من كل نوع بورقة، وهذا جائز كما قال علماءنا إجماعا، يعني بيجيب ورقة من كل نوع، هذا الورق يضربه كما يضرب ورق السدر ويستعمل الطريقة كما استعمل هذه. في ورقة ثانية، في طريقة ثانية ذكرها لنا يعني أئمة كثر ونجاب تحقيقها على فكرة عندي قال لك يجيب يعني من الموضع الذي هو فيه من البساتين ومن الزروع، يعني حاجات من البساتين ومن الزروع، يعني ما يشبه الورد أو ما شبه ذلك، ويجيبه وما تسمى بطريقة الورد والبساتين، يجيب الورد هذا سواء من الجبال أو سواء من الأرض الزراعية، وبعدين يضعه في الماء ويضعه على النار، يعني يغلي ببطء ثم ينزله حتى إذا فطر اغتسل به. قال لك عجيبة في هذا الأمر أيضا. آخر شيء فيها قال لك للتمكن، يعني قال لك يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الكفين ويقرأ إخلاص المعوذتين بعد هذه الأمور كلها، ثم يمسح ما استطاع من جسده وبخاصة أسفل البطن والظهر من الأسفل حتى القبل. نعم بإذن الله يبرأ بإذن الله. ودي طريقة، عندي طريقة ثانية بقى. تفضل يا شيخ. اللي هي بقى لما يكون هذا الشخص بقى مفيش خلف وهم يقولوا له أنت سليم هي سليمة، هذا إذا كان اختلاف قرائن يبقى الرقية شرعية وبإذن الله تتكرر، الأمر يتم بإذن الله جل وعلا. ما تمش بهذا الأمر يبقى مش اختلاف قرائن فقط، لا يبقى هذا سحر أو
سحر من قبل الجن أو بطريقة تسليط بالضرب في الظهر أسفل الظهر أو بالضرب في البويضة أو بقتل حيوان منوي الذي يصل إلى المكان كما ذكر العلماء. هذه تفضل أنا معك. هذه يفعل لها طريقة ورق الصدر بالطريقة المذكورة التي ذكرتها. ثم الثانية ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في المسألة إنه بيجيب حيث كان في موضعه أي شيء في الموضع بتاعه إن كان فيه نبات معين أو ما شابه ذلك يجيب هذا الشيء اللي هو في نفس الأرض التي يعيش عليها قليل منه ثم برضو يضعه في ماء فاتر ثم يغتسل به بإذن الله يزول. لكن عشان يتحيط ويضمن تماما سلامة البدن من السحر ومن الجن ومن الأمور دي كلها عشان يتم الأمر بإذن الله جل وعلا يجيب طبق ويكتب فيه المعوذتين كما هي في القرآن. يعني الصورة كما هي في القرآن. كيف يكتبها؟ يعني ما يجيش يقول لي أنا بكتب حروف مقطعة وما شابه ذلك زي ما هي. يجيب مثلا إيه مثلا يعني شيء كده يبله خشبة يكتب يبل من المسك يكتب أو الطيب أو الدهن بسم الله الرحمن الرحيم عادية خالص زي ما يكتبها كاملة موصولة كما هي في المصحف. موصولة طبعا. نعم. قل أعوذ برب الفلق كاملة تحت بسم الله قل أعوذ برب الناس كاملة ثم يمحي ذلك بماء ثم يمسح أسفل البطن وبين الفخذين ثم يمسح أسفل الظهر في هذه بهذه الطريقة بإذن الله طبعا يعني يتم الأمر بقوة. طب حضرتك قلت أنا محقق هذا الكلام. أين التحقيق؟ عندي وجبت وخرجته حتى في ورقة معايا مسقلة عشان لو حد سأل. أيوة عشان بس نجيب على أخواننا ما يقولوش أنتوا جبتوا على فكرة لا أساس له. أستطرد طيب. طرق إبطال الصدر إبطال السحر. في نوع هنا قال لك إيه دي واحد يستغربها يعني بقول لك يخرج الإنسان في موضع عضاه موضع عضاه يعني الموضع الذي يقيم فيه طريقة قوية جدا في إبطال أي نوع من السحر بقى مش شرط يكون ربط مش شرط يكون كذا حتى ولو استجمع أنواع السحر اللي يأسوا فيه بقى في شو بقول لك في موضع عضاه المكان الذي يقيم فيه وبه أشجار ونباتات فيأخذ عن يمينه وعن شماله يجيب من اليمين ومن الشمال بيده اليمنى يجيب من هنا ويجيب من هنا ثم يدقه ثم يقرأ فيه ثم يغتسل يقرأ فيه إيه إما إنه يقرأ الفتحة وآية الكرسي والإخلاص ومع حسين إما إنه يقرأ الفتحة والبقرة كاملة والإخلاص ومع حسين إما إنه يقرأ الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة والإخلاص ومع حسين ثلاثا وبعد كده يغتسل به. واحد يقول لي فين دي أخرجها عبد الرزاق أي نعم عن الشعبي وهذه طريقة. وعلى فكرة ذكروها في الفتوى هي ورق الصدر رقم 8016 فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعم. في عندي حاجة تانية اللي هي طريقة ثانية خالص برضو لإبطال السحر وإن كان قويا وشاقا اللي بيقول عليه المتعزم المطلسم أو ما شابه ذلك. قال لك يجمع ورق المفازة وورد البساتين. المفازة اللي هي المغارة أو ما يشبه المغارة وورد البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيه ماء عذبا ثم يبقي ذلك الورد يعني يحطه وبعدين يبدأ يغليه غليان فاتر وبسيط جدا ثم بعد ذلك يتركه حتى إذا برد اغتسل به فإنه يبرأ بإذن الله جل وعلا. دي ذكر صاحب الفتح أيوة. المجلد 11 6952 صاحب الفتح اللي هو ابن حجر. نعم ابن حجر رحمه الله فتح الباري شخص البخاري. وثبت في سنن أبي داود كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 262 200 إيه 262 تمام. في طريقة اسمها طريقة ابن أبي سليم أيوة. وذكر الشيخ أحمد يعني الزغبي في الكتاب أيوة. وحقق تحقيق طويل. قال لك تجيب إناء فيه ماء تقرأ فيه من سورة يونس الآية من 81-82 اللي هي آية السحر أيوة. والأعراف من 18-22 وطه 69 وفاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين أو أنها تكتب بمداد طاهر بمسك أو زعفران أو ماء ورد ثم تذاب في إناء فيه ماء ويشرب منه فيبرأ بإذن الله جل وعلا. ذكرها ابن كثير في تفسيره مع زي في تفسير آية السحر وذكرها غيره طبعا وفيها كلام كثير. نعم. علاج الوسواس وعدم التركيز اللي وقفت عليه من أقوال أهل العلم هنا أن أفضل ما يكون اللي طريقة ورق الصدر لعلاج الوسواس ثم حاجة بسيطة جدا أنه يعني يجيب طبق فيه كوب ماء يضع عليه طيب أو دهن أو عود هذا يعني تحبه الملائكة وينفر منه الشياطين بالكلية لأن الأصل أن الشيطان في رأسه وبعدين يكثر فيه وبعدين بعد ما يقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة والإخلاص والمعوذتين يصب ويدلك الرأس يصب ويدلك الرأس يفعلها مرارا ينفر منه كما ينفر الكافر من المؤمن إذا اشتد عليه ما شاء الله. عندي طبعا حاجة اسمها سحر التبوير. التبوير اللي هو أن البنت ما تتزوج ده قسم إلى قسمين لما قرأت الأهل العلم الوقت انتهى لا لسه هنمد النهاردة شوي
تبوير البنت البكر وفي تبوير الثيب. ومعنى التبوير ان تنفر عند الخاطب ونفر الخاطب عندها. قال لك اعرضه ايه كما ذكر العلماء؟ اذا راح شعر بصدمه وخنقه، لكن اذا كان بعيدا شعر بالاقبال انه يراها، لكن اذا مراها تغلقت عليه الامور. هي كذلك واذا حدثت في هذا الموضوع يعني شعرت بخنقه وضيق صدر ولا تستطيع الكلام في الموضوع الى اخره، بل ترغب. لكن اذا ما يعني طبعا له اعراض ذكرها العلم تصل الى 9 نقاط بالنسبه للبنت البكر وبالنسبه ايه للثيب. وافضل ما يكون في هذا الامر الطريقه اللي ذكرها الشيخ ابن باز نقلا عن الاول اللي هي ورق السدر في هذه المساله، وهي افضل ما يكون بس تعقب بشيء بيجيب طبق وفيه ماء ويقرا عليه الايات التي ذكرناها. يشوف الواحده تقوم جايباها كده قدامها بعد ما قرات، شوف بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر على وجهها. ليه؟ لان الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان له قدره التشكل باذن الله. بيجي قدام وجهها وعلى جسرها، والثاني قاعد يقول لك ده انا شايفها على شكل خروف، انا شايفها على شكل افعى، وهي تشوف تقول ده شكله شكل المعزه، ده كده كده كده. فهو يكون حائلا بين الجسد وبين ايه؟ الشخص الذي يطلع ويرى. خلاص كده؟ شوف بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، يزول باذن الله ايه؟ جل وعلا. نعم. حضرتك بتكسر من كلمه نستخدم طريقه ورق السدر. تقصد بورق السدر القصه اللي هي طريقته ابن منبه اللي ذكرها القرطبي وذكرها الرازي وذكرها الحافظ ابن كثير وذكرها الشيخ ابن باز في معظم ما يقول بالنسبه للعلاج. ايوه نوضحها بس للساده المشاهدين. 7 ورقات أو 5 من السدر اللي هو ورق النبع. يجيب ال7 دول الورق ده يدق بين حجرين طاهرين او نخلطه في الخلاط زي ما ماشي بشويه ما يتحط في حاله ميه كبيره يا باشمهندس اسامه. ثم يضع اليد اليمنى ويقرا الفاتحه. انا استحب كما ذكر العلماء استحب ان يقرا الفاتحه والبقره قل الواحد والمعوذتين 3 انما البقره مره والفاتحه مره. هنا يقول لك الفاتحه وايه الكرسي واخر ايتين من البقره والاخلاص 3 والمعوذتين 3 بعضهم استحب لان الامر اجتهادي. ان يقرا الفاتحه وايه الكرسي واخر ايتين البقره وايات السحر لانها يشمل اذا كان مس او سحر ينهي باذن الله جل وعلا، ثم الاخلاص والمعوذتين 3 ثم باذن الله تعالى يشرب 3 بسم الله بسم الله بسم الله ثم يغتسل بهذا الماء يفيق باذن الله جل وعلا. نعم بارك الله فيك. هو الامور كثيره. طيب احنا دلوقتي الوقت بيشرف على الانتهاء. طيب خلينا ناخد حلقه ثانيه. لا 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 خلينا لا لا, 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 لا طالما ما مش هناخد حلقه ثانيه بحضرتك تكمل طرق الافطار. لا يعني نترك بقى طرق الافطار، خلينا بقى في العقيده شويه بقى. الاعتصام. العقيده شويه. طيب ماشي. ما يعتصم به الانسان اول حاجه بالاستقامه وحسن الظن بالله جل وعلا. يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. واحد يقول لي فين الشاهد هنا؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني إذا كانت الملائكة مع هذا تؤيره وتسدده وتهديه وترشده بإذن الله جل وعلا، أن للشيطان أن يسيطر على هذا الإنسان؟ والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى أول حاجة الاستقامة وحسن الظن بالله جل وعلا. يعني ما يجيش يقول لي عفريتنا هو هيجري بالله، يا حسن الظن بالله جل وعلا ده إيه؟ ده أنا ما يعني بقول هذا شيطان لا يرى، ولا يرى لأنه ضعيف جدا، أما أنا فالقوي وأنا الظاهر بإذن الله جل وعلا. زيك الرازي قال كلمة جميلة تحتسب له في المجلد الأول من الفاتح، بيقول إيه؟ بيقول إذا خاف الإنسان من الشيطان لأنه لا يراه فعليه أن يستعيذ بالذي لا يراه الشيطان وهو يراه. سبحان الله. شفت الجمال بتاعه؟ أنا خايف من الشيطان لأني مش شايفه، تمني أحتمي بقى باللي الشيطان مش شايفه هو شايف الشيطان. نعم. معايا زي كده؟ دي القوة العظمى. لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أحتمي وأستجير بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الآية الثانية إنه سميع عليم. وذلك هذه أو نقطة على سبيل السرعة. الثانية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنا أبدأ أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ده أنا لو قلتها باعتقاد بإذن الله جل وعلا والله ما دخل علي الشيطان ولا حضر معي الشيطان ولا استطاع أن يسيطر علي الشيطان، لا بسحر ولا بمس ولا بأذى على الإطلاق. حتى ساحر الجن ما يستطيع أن يفعل لي شيئا على الإطلاق من قول عمر، ولكن لهم سحرة كسحرتكم هذه. معي إزاي؟ ما يستطيع. عندي الثالثة بسرعة، قراءة المعوذتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. الحديث صحيح سنن أبي داود وغيره. يعني إما الإنسان يتعوذ بقراءة الفلق
وقراءة الناس قل أعوذ برب الفلق إلى آخره، النبي قال لك ما تعوذ المتعوذون لا من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم على الإطلاق بمثلهما، دل على أن التعوذ بالمعوذتين من أعظم ومن أقوى الفوائد التي تقي بإذن الله جل وعلا من الشياطين يعني بكافة أضرارهم وأذى. النقطة اللي بعد كده قرأت آية الكرسي، ده الشيطان نفسه اللي شهد، قال له اقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، في الحديث المعلق في البخاري فإنه لا شوف لا يزال عليك من الله حافظ ملك معك حتى تصبح، قرأتها بالليل معك لغاية الصبح. بقول لي بالله عليك إذا كان الملك معه أن للشيطان أن يطرق بابه، أن للشيطان أن يسيطر عليه، أن للشيطان أن يهجم عليه أو أن يؤثر فيه إما بسحر أو بغير ذلك، ما يستطيع على الإطلاق. بعد كده خواتيم سورة البقرة، يعني عندنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قرأهما في ليلته كفتا، الحديث البخاري ومسلم، يعني اللي يرى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآيتين بس هم آيتين لغاية النهاية اللي هما 87-88 من سورة فوق 200 من سورة البقرة كفتا، ما يستطيع يعني إنسي ولا جني أنه يأتي بضرر إطلاقا على هذا الإنسان. ولذلك يعني أنا أحث وأحض الكل بالذات على آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة مع طبعا المعوذتين، الشأن عظيم. بعد كده كثرة ذكر الله جل وعلا، طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم ففي الذكر لا يحرز الإنسان نفسه من الشيطان بأعظم من ذكر الله جل وعلا، والحديث صحيح. أعظم شيء الإنسان بيذكر ده هو ربنا، بيقول في الحديث القدسي يعني فيما يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة في الحديث الصحيح أهو، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. هو قاعد يذكر له ربنا بيذكره، لذلك قال أبو المليح كما أورد الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء إن الله يذكره الآن، قالوا أنا لك أن تعلم بهذا، قال فأنا أذكره ويقول إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فإذا كان الله يذكرك أن للشيطان أن يصل إليك، ما يقدرش على الإطلاق، ربنا ذكرك يبقى عمره ما يقدر يسيطر عليك على الإطلاق. بعد كده يعني على أساس ما طولش في هذه، طبعا الإكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، يعني إيه 100 مرة لا يستطيع الشيطان أن يقرب صاحب هذه الكلمات التي قالها على الإطلاق، ولا يصل إليه اللهم إلا السام اللي هو الموت. الموت بقى يجي الحافظ بتاعه الموكل بالحفظ بتاعه خلاص يقوم باعد، ليه؟ خلاص ما عادش يقدر يحول بينه وبين ذلك، بل يصل إليه قدر الله فيصيبه اللي هو الموت بس. إنما الشيطان ما يستطيع أن يصل إليه. طبعا الوقاية بقى من السحر يا باشمهندس في دقيقة ولا أكثر؟ هو في ممكن دقيقة. طيب الوقاية من السحر طبعا أول حاجة بالثبات على أنا أقولها رؤوس بس. طيب. بالثبات على الطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات. النقطة الثانية تمر المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. بس أنا عايز أقول معلومة، مش أي تمر. التمر المدينة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وقال الخطابي في ذلك أيضا رحمه الله وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة، فهي خاصية بتمر المدينة وليست بغير تمر المدينة. لا يعني أي تمر من المدينة ولا التمر العالية؟ تمر المدينة الذي يكون بشكل العجوة اللي احنا نقوله العجوة هذا غير المدينة ليست له هذه الخاصية. في المدينة شيخنا تمور عدة أدري لكن في شجرة العالية أو نخلة العالية هي التي يقولون أنها وردت فيها الأحاديث، لا على اعتبار ان هي فعلا التمره هو تمر العجوه المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده باشمهندس حسام الاذكار والتعوذات الشرعيه واحنا ذكرنا حسن المسلم ثم الصدقه والاحسان. الصدقه دي بتنجي باذن الله جل وعلا. شيطان عايز يعملك كده وانت متصدق باذن الله، لا والله يحول الله بينه وبين ذلك. الملائكه تتبعك تصلي وتستغفر ليك الى اخر هذه الامور. اخر نقطه التفكر في الاء الله جل وعلا. الانسان ما عاد يتفكر في السماء، هذا خلق الله جل وعلا، يتفكر في الارض لا يفكر في شيطان ولا يفكر في سحر ولا يفكر في هذه الامور اطلاق، بل ينشغل بذلك فيقوى ايمانه فتعلو همته فلا يصيبه الشيطان بأذى. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. وأنا بتأسف يعني لأن قطعت الكلام لكن الوقت انتهى بزيادة يعني. الحمد لله. بارك الله فيكم. لولا أنهم خايفين يقطعوا عليا كانوا قطعوا. فشكرا جزيلا لك شيخ الكريم. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام. إذن لي يا باشمهندس سام أخذ منهم ربع دقيقة كمان. طيب. يعني الإخوة كانوا بيسألوني على طول يعني الندوة السنوية. الندوة السنوية غدا في قريتي في ديم الشلت مركز ديكرنس دا قهلية وبإذن الله يعني.
طب نقول تاني الندوة فين؟ ندوتي اسمها الندوة الرمضانية الكبرى، بتعمل مرة في العام. نعم. طبعا بيحضرها كله الحمد لله الإخوة والمسؤولون كده، فيها أكثر من 100,000 من بلادنا وبلاد حواليها والدقالية وغيره. أنا بقول للإخوة طلاب العلم اللي بيرسلوا رسائل على طول يعني عايزين يعرفوا فين، أنا بقول لهم الندوة غدا بكرة بعد صلاة التراويح في ديم الشلت مركز ذكرنس دقالية في مسجد العلمدة بإذن الله جل وعلا. ودي طبعا يعني بإذن الله حتى فيها فرحة الحضور بالنسبة لآلاف الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا يعني أنه يبارك فيها وتنقلها الحكمة إن شاء الله جل وعلا في منبرها. بارك الله فيك شيخ الكريم، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام. انتهت حلقات عالم الجن، ونبدأ بإذن الله عز وجل يوم السبت في 11:40 مع حلقات الحياة البرزخية من برنامجكم العالم الآخر. نستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح